قناة عالم الحيوان. لم يكن رمز القوة والشراسة فقط، بل إنه رمز السرعة، فهو عداء طبيعي وسرعته هي رمز شهرته. إنه الفهد، أشهر الحيوانات المفترسة في الغابات. طبيعة حياتها تختلف نوعا ما عن باقي فصيلات الحيوانات المفترسة الأخرى كالأسود والنمور، بل إنه مميز عنهم في جوانب عديدة، وهذا ما سنوضحه لحضراتكم من خلال حلقة اليوم، وفيها سنكشف لكم طبيعته ومواصفات شكله، وما الذي يحدث لصغار الفهد، ولماذا هو حيوان معرض للانقراض. لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة عالم الحيوان، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. الفهد نوع من القطط الوحشية التي تنتمي إلى فصيلة السنوريات، والتي تضم الأسود والنمور والأوشاق. يتمتع بصفات ميزته عن بقية الحيوانات، فهو من الحيوانات المقاتلة بدراوة ومن أسرع الحيوانات على سطح الأرض. بنيته النحيلة جعلته يعدو بسرعة تجاوزت 120 كيلومترا في الساعة، أي تفوق سرعته سرعة سيارة تسير بمعدل 260 كيلومترا في الساعة، فيما لو خضع لمسابقة في مضمار سباق واحد، كما أنه معروف برشاقته العالية، فهو يستطيع القفز لمسافة تزيد عن 6 أمتار وبارتفاع يزيد عن 3 أمتار في المرة الواحدة، كما أنه يجيد السباحة أيضا. يعد الفهد آخر سلالات الحيوانات ثابتة المخالب التي انقرضت منذ آلاف السنين نتيجة لعوامل طبيعية. يتراوح طوله بين 100 والمئة وتسعين سنتيمتر، أما وزنه فيتراوح بين 30 والتسعين كيلوغرام تبعا لنوع السلالة. تعيش الفهود في أماكن شتى من أنحاء العالم، فلقد كانت تنتشر بكثرة في الغابات الاستوائية المطيرة وغابات السافانا، ولكنها توجد بشكل كبير في مناطق جنوب إفريقيا، باكستان، إيران، وتعد منطقة نابيا في جنوب غرب القارة الإفريقية أكبر تجمع للفهود، لذا تسمى بأرض الفهود، ومع ذلك فهو مهدد بخطر الانقراض. يتميز حيوان الفهد بهيئة طويلة ونحيلة وساقين قويان، وله ذيل طويل والذي يستخدمه في التوازن حينما يكون فوق الأشجار. يمكن أن تختلف النمور اختلافا كبيرا في لونها وعلاماتها اعتمادا على موطنها والمحيط الذي تعيش فيه، ولكنه معروف بلونه البني القريب إلى الأصفر مع بعض البقع السوداء. يمكن للفهد التمويه في البيئة المحيطة بالنمور، وقوته لا تصدق، وعضلاته تمكنه من سحب فرائسه إلى أعلى الأشجار، كما أن الفهود أيضا تتكيف بشكل لا يصدق للصيد تحت غطاء الليل. يميل حيوان الفهد للعيش منعزلا منفردا عن الجماعة، هاويا تسلق القمم والمرتفعات التي يصل ارتفاعها لأكثر من 5500 متر، مبتعدا عن بقية الحيوانات الأخرى. فنراه ينام على السفوح الصخرية المرتفعة طيلة ساعات الحر الشديد، ليبدأ في الليل البحث عن طرائده ليصطاد. لا يوجد وقت محدد لتزاوج الفهود، فهي كل أسود تماما تتزاوج على مدار السنة. فيختار الفهد أنثى بعد بلوغه عامه الثالث، ويختار لها مكانا ملائما لوضع الصغار. مدة حمل الأنثى تدوم من 90 إلى 100 يوم، تضع بعدها من 3 إلى 5 جراء صغيرة. تبقى الأم في رعاية أطفالها لمدة عام ونصف، تبدأ فيها بتعليمهم الصيد، حيث تخرج مع الجراء الصغيرة للبرية وتختار لهم فريسة حية كالأرانب الصغيرة مثلا لاصطيادهم وتعليمهم كيفية القتل. لسوء الحظ أن جراء الفهد شديدة الحساسية سريعة المرض، فبمجرد أن تصاب بمرض معدن تنقل المرض إلى بقية الجراء فتموت فورا، الأمر الذي جعل سلالة الفهد في تهديد دائم بالانقراض. الفهود في المقام الأول تصطاد الثدييات متوسطة الحجم مثل الغزلان، الظباء والخنازير، ثم في المقام الثاني القوارض والطيور، وفي بعض الأحيان يصطاد الأسماك. تنقسم الفهود إلى 7 سلالات وهي كالتالي: الفهد الصياد، ملك الصيادين الشيتا، الفهد الآسيوي أو الإيراني، الفهد الثلجي، الفهد الأسود، الفهد السحابي، الهندي، الكوري،
ومعظم أنواع الفهود معرضة للانقراض بسبب كثرة الصيد الجائر لهم لاستخدام جلودهم المميزة. قناة عالم الحيوان.